أقول لك طريق القدس لن يفتحها ولن يحررها إلا شاب يخرج باسم صلاح الدين، بجوز يكون اسمه محمد أو محمود أو منويل، هو الذي سيفتح الطريق إلى القدس. طريق التحرير تبدأ من غزة، مش من أي محل آخر، ليست من السعودية وليست من أي مكان آخر، طريق التحرير من غزة. لهذا أنا كفلسطيني أرى كل هذا العذاب، ولكن أرى الأمل في شاب يحمل بندقية، يتدرب، يخوض حرب، يقاوم، يسد الطرق، يحفر الخندق، يخرج على الجيش الإسرائيلي، بمسكه من رقبته وبدخله في النفق وبحطه سجين في غزة. وهذا الشعب آجلا أو عاجلا سيدوس على رأس ترامب وعلى رأس نتنياهو وعلى رأس إسرائيل وعلى رأس الوزراء. فلسطين تعلو ولا يعلى عليها، شعب فلسطين يقوى ولا يقوى عليه، وبيدنا القدرة على بناء جيش فلسطيني. ولذلك أنا أريد أن أكرر ندائي إلى قادة فتح الكبار الأصليين، اللي عظامهم هذول، اللي عظامهم قاسية وقوية، اللي عاشوا ظروف القهر مع أبو عمار، وإلى الجهاد الإسلامي وإلى حماس وإلى باقي الفصائل، الآن يجب أن تعلنوا الجهاد الفلسطيني، التجنيد الإجباري، من أجل أنه نعتمد على القوة العربية في الشعب العربي. نعم، دقيقة، يجب أن نعتمد على شعبنا العربي في البلاد العربية أن يجبروا قادتهم يوم من الأيام، أن يجبروا قادتهم على دفع جزية السلاح للفلسطينيين حتى يحرروا أرضهم.